انت عايز تلجأ لكم؟ عايز تاخد الكبده دي تصور رجال اهلا ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. نعم بالله. انا قلت لك انا الفرنسي بتاعي يلا عشان بعيد عنك يلا. لا يا مش مشكله ثانيه واحده بس الله يبارك فيك متشكرين ايه ثانيه طب خلاص ماشي حتى اتفضل تمام كده يلا يلا قوم يلا يلا صافي 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 يمكن لسه بتناقش انا مع المهندس احمد هو في سبيل ان شاء الله عنده طموح ان هو في توسعات جديده وبيحاول يجيب 10,000 فدان تانيين بالنسبه للكتله السكنيه. فالمساحه الكبيره دي الحقيقه انا بعتبرها ان دي هتبقى هي التوسع الطبيعي للمواطنين في هنا ان هم يجوا هنا ونعمر المدينه دي طبعا لان مساحتها كبيره جدا وان شاء الله تكون خير وسعاده على مواطنين هنا كلهم. احنا طبعا بنجتمع النهارده يعني في سبيل الله ان احنا بنحط حجر الاساس لمسجد الامام علي. الحقيقه هو برضه مقام ان شاء الله او سيقام على المساحه الكليه 4000 متر. المساحه ان شاء الله بتاع المباني هتبقى 1200 متر. طبعا هيبقى مسجد كبير وهيبقى ده النواه بتاع المساجد يعني ان شاء الله. وبالنسبه للمقيمين هنا هيكون ليهم طبعا خير. هيبقى اول مسجد يقام في مدينه هنا الجديده.